السلام عليكم، سميتي يسرى الهرش، من مدينة الجديدة، في عمري 17 سنة وكندرس مؤسسة إصباح. حصلت على معدل 19.31 بالبكالوريا، شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسي. أول ما حصلت على النقطة فرحت وفي نفس الوقت ارتحيت، حتاش ليفور اللي درت ما ضاعش وعوضني بنقطة فرحتني أنا والعائلة ديالي. دونك فرحت بزاف، والفضل في هذا الشيء كيرجع طبعا الله سبحانه وتعالى أولا، حتاش فاش كتخدم وكدير مجهود وكتوكل على الله فراه ما غيضيعش المجهود ديالك فالو، وكنقول الحمد لله على هذا الشيء. بريباراسيون ما كانتش غير في الباك، ولكن كانت في أعوام قبل كتوجد باش كتوصل لواحد النيفو اللي غادي يحدد لك المصير ديالك. دونك هاد العام بديت الخدمه من الاول، وكان تمارين وامتحانات هي باش عاونتني، وكنت موجوده لاي حاجه تقدر تحط لينا في الوطني. هاد النتيجه ما كانت شي حاجه زعما مفاجئه، حتىش كان دوز بزاف ديال الخدمه وبدلت واحد المجهود، دونك كنت متوقعه غادي تكون شي نتيجه مفرحه، ولكن ما كانتش لهاد الدرجه. دونك فرحتني هاد النقطه. كانت عائلة ديالي ديما كتعاونني وكانت مسانداني في الاول، ماشي غير في هذا العام مي من ديما. كانت شي حاجه اللي عاونتني بزاف وخلاتني ديما نبقى موتيفي ونكمل في القرايه ديالي ونعوضهم على قبل داكشي اللي كانوا مضحين على قبلي. نشكر حتى الاساتذه ديالي اللي قراوني واللي شرفوا علينا سنوات هذه، حيتاش هما اللي بذلوا مجهود كبير وعاونونا وعطونا بزاف ديال المعارف اللي عاونونا في لي بريباراسيون ديالنا، وبالطبع كيرجع لي من الفضل في انني نجحت في هذا المستوى. بالنسبه للدراسات الجامعيه ديالي عندي بزاف، كاين بزاف ديال الفيليا وبزاف ديال لي زوبسيون كي مانتيريس، دونك غادي ندوز لي كونكور و لي ريزولتا هما اللي غادي يحكموا على شنو غادي نختار. كاين مثلا لاركتيكتور ولا لانجينيوري، هما بزاف كاين بزاف ديال لي دومين كي مانتيريس، دونك غادي نشوف حتى ندوز لي كونكور ونختار من بعد. هاد البنيه فرحتنا بهاد النتيجه اللي جابت، كنتمنى التوفيق لجميع التلاميذ وجميع نفرح جميع الاباء والامهات ديال التلاميذ، الله يعاونهم الله يوفقهم. هي دائما كتحب القرايه ديالها وما كتضيع حتى وقيتها، خاصه اي وقت غدوزو في الكتوبه ديالها، ما عندها شي حاجه اهم من الكتوبه اهم من الدراسه ديالها. فرحه ما كتصورش، كنتمنى لجميع الامهات وجميع الاباء، كنتمنى لهم هذيك الفرحه اللي عجنا، الله يسهل على جميع الوليدات، كنتمنى لها الخير والله يكمل عليها والله يوفقها والله يوصلها فين بغات لها هي ولجميع التلاميذ والتلاميذ. كنشكروا الاساتذه وكنشكروا كل شيء اللي ساند بنتي واللي وصلها لهذه الدرجه، وكنحنا فرحانين بزاف لا مع الوليدات ولا مع الاباء ولا مع الامهات. انا الفرحه ديالي من قديم فرحان، من البدايه ديالها في الدراسه وانا فرحان، لان هي كتجي معتمده على الدراسه ديالها، كتمشي للمدرسه كتجي كتفتش لكن ما تاكل، دوز الكتاب ديالها ما تعرف لا هادي ولا هادي، اول حاجه عندها هو الدراسه. انا جد فرحان بزاف لان في المثال ضحيت معاه في المثال هذه المده كلها من الابتدائي للاعدادي للتاهيلي، وما خيبتش الظن ديالي فيها سميتو، وكنت كنتمنى دائما متمنين، كنتمنى كنقول غتجيب معدل اللي خول ليها المدارس العليا في المثال في المسار ديالها. انا ما دمت في هذا السن سميتو اللي تنقول دابا اني غادي ندعم معها، ولكن الله تبارك وتعالى هو اللي غادي يدعمها. الشباب انا بصفتي سميتو كنتمنى لاي شاب ولا شابه في المثال يعني يفلحوا في الدراسه ديالهم، ونبغيهم ما يتهاونوش، نبغيهم يبداو الدراسه ديالهم كما قالت البنت في الاول، من اول سنه الى اخر في المثال، باش يحصلوا على هذاك الشيء في المثال، يكونوا شادينهم كابطينهم، ما يجيوش حتى النهار يوم الامتحان في المثال فيوقع عندهم شي تخوف ولا هذا ولا هذا. هذه سنه الحياه، الاب تيبغي دائما ولده تيكون احسن منه في المثال سميتو، منه هو تيكون تعب ودار المثال ربما موصلش لواحد الدرجه، تيبغي ولده ولا بنته في المثال يحقق لك الامنيه ديالهم. الكلمه الاخيره وهو شكرا عليكم نتوما وشكرا على الاساتذه، وكنتمنى الخير للجميع، خير للجميع التلاميذ والتلميذات اللي غيدوزوا امتحان مؤخرا في هذا الاستدراك، الله يعاونهم ما يتخوفوش، واللي غيقبلوا على المدارس العليا الله يسهل عليهم في المثال. بالنسبه للناس اللي نجحوا هذا العام كندعي لهم بالتوفيق، وكنقول لهم الله يعاونكم في المسيره ديالكم وفي الحياه ديالكم عامه، ماشي غير في الحياه الدراسيه، ما تنجحوا تحققوا جميع الاحلام ديالكم،
وبالنسبه للناس اللي عندهم استدراكيه كنقول لهم ما يفقدوش الامل وبلي راه تعطاتهم فرصه اخرى باش يعوضوا هادشي باش يعوضوا داكشي اللي ضيعوا دونك يبدلوا مجهود ويستغلوا عاوتاني هاد الفرصه باش يوصلوا فين بغاو همايا ويكون خير ان شاء الله. اما بالنسبه للتلاميذ يلا غادي يقبلوا على البكالوريا فكنقول لهم يبداو البريباراسيون من الاول ديال العام حتى ويركزوا مع لي بروف او ماكسيموم حتى هادوك لي كونيسونس اللي كناخذو حنا في القسم كيشكلوا واحد النسبه كبيره من الحوايج اللي غادي يعاونونا في لي بريباراسيون دونك غير ينظموا وقتهم ويبريباريو بوحدهم وفي كلاس وغادي ينجحوا ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.